Hello dear friends, welcome to a new episode for program مدرسة على الهواء. طلاب وطالبات شهادة إعدادية بنحييكم ونرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء، مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي. النهاردة معادنا مع يونت 15. يونت 15 is entitled، العنوان بتاعه تكنولوجي. هنتكلم النهاردة about social media، عن وسائل التواصل الاجتماعي، about social networking sites، برضو اللي هي مواضع التواصل الاجتماعي. هنتكلم كمان، هناخد كلمات جديدة قوي خاصة بالكوميونيكيشن، الاتصالات. هنتعرف مع بعض، هنبدأ حلقتنا بالنيو فوكاب، بالكلمات الجديدة. حاولوا تكتبوا الكلمات الجديدة معانا. هنشوف كمان اللانجوج نوتس، بس نبدأ الأول بالنيو فوكابلري. عندنا في النيو فوكابلري أول حاجة هنبدأ بكلمة develop. develop is a verb، طبعا ده verb فعل. مرة تانية develop، develop بمعنى يتطور أو يطور. مرة تانية develop، noun development. يبقى عرفنا الverb كلمة develop بمعنى يطور أو يتطور. خدنا كمان development اللي هو تطوير. طيب عايزين ناخدها برضو كده as a definition، تعريف لكلمة development. Development means the process of becoming bigger or better etc. يعني عملية تطوير شيء، عملية التطوير بنسميها development. مرة تانية development is the process، هي العملية، of becoming bigger أو better etc. طيب عن كتبنا كلمة develop وخدنا تعريف development. طيب عندنا كمان الverb، برضو هنشوف الverb الstem بتاع الverb كلمة advertise. advertise as a verb بمعنى يعلن. يعني مثلا if I am a producer، لو انا منتج بنتج شيء معين، I advertise it، يعني بعمل اعلان عنه. يبقى كلمة يعلن يعني advertise. طيب الناون منها، نشوف الناون من كلمة advertise، بتتنطق على فكرة advertisement او advertisement. advertisement ده الناون معناها اعلان، يبقى كلمة advertise يعلن، advertisement اعلان. طبعا advertisement او to advertise معناها ان انت to make a propaganda about a product، ان انت تعمل دعاية لمنتج معين in newspapers، في الجرايد، on TV and so on. عندنا كمان internet users. internet users اللي هم مستخدمي الانترنت. مرة تانية انترنت يوزرز. انترنت يوزرز مستخدمي الانترنت. عندنا كمان كلمة انترفيو، وطالما هنتكلم عن انترفيو as a verb برضو بتنفع noun اسم. انترفيو كفعل معناها يجري لقاء. انترفيو as a noun، لو هي noun اسم معناها لقاء او مقابلة، لقاء إذاعي أو لقاء تلفزيوني أو مقابلة. وفي منها كلمة interview، في منها interviewer. interviewer ده المحاور أو المذيع، الشخص اللي بيجري اللقاء. وفي كمان interviewee، الشخص اللي بيجرى معه اللقاء. يبقى عندنا الverb interview، قلنا interview ده الverb معناه يجري لقاء. interviewer المحاور او الشخص اللي بيعمل اللقاء، المذيع. interviewee الضيف او الشخص اللي بيجرى معه اللقاء. ومش شرط على فكرة يبقى لقاء اذاعة او تلفزيون، ممكن واحد بيتقدم لوظيفة مثلا فبيعملوا معاه interview، مقابلة شخصية. يبقى مدير الشركة مثلا اللي هيقابله ده اقول عليه interviewer، اللي هو الشخص اللي بيجري اللقاء. وطالب الوظيفة او اللي بيتقدم للوظيفة ده بقول عليه interviewee. اوكي طيب عندنا كمان كلمة social networking sites، مواقع التواصل الاجتماعي. social networking
sites. طبعا كلنا عارفين مواقع التواصل الاجتماعي like Facebook, Twitter and so on. زي الفيسبوك وتويتر دي كلها اسمها social networking sites، مواقع التواصل الاجتماعي. في مواقع التواصل وفي الانترنت حاجة اسمها privacy settings. privacy settings يعني اعدادات الخصوصية. احنا هنا في اليونت ده قلنا هنعرفك او هنكلمك على حاجات كتير قوي في استخدام الفيسبوك واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كلها. في حاجة اسمها privacy settings اللي هي اعدادات الخصوصية. يعني ايه اعدادات الخصوصية؟ انت لو انت عايز تعمل مثلا اعدادات الخصوصية بتاعتك على شيء معين، مش عايز تستقبل رسائل من حد، مش عايز تستقبل دردشة من حد، بتخش على privacy settings وتظبط فيها. دي اسمها privacy settings. عندنا كمان كلمة scam، كلمة جديدة برضو. scam بمعنى مخادعة. this is a noun، the verb معناها مخادعة. scam. digital معناها رقمي. again digital. طبعا كلنا عارفين في حاجة اسمها digital دلوقتي في لغة الانترنت او لغة الكمبيوتر. digital يعني الحاجة مكتوبة على الكمبيوتر بنقول عليها digital. يبقى الكلمات اللي عندنا دلوقتي social networking sites، مواقع التواصل الاجتماعي، privacy settings اعدادات الخصوصية، scam مخادعة، digital رقمي. عندنا برضو كلمات جديدة زي كلمة gallery. يلا نقول مع بعض كده، ننت مع بعض كلمة gallery. gallery معرض فني. again gallery. في كمان كلمة invest. invest is a verb معناها يستثمر. وفي منها كلمة investor ده المستثمر، وفي investment الاستثمار. مرة تانية invest يستثمر، investor مستثمر، investment الاستثمار. هناخد جملة كده على كلمة investment عشان نفهم معناها. لو قلت مثلا the government الحكومة encourages بتشجع investment بتشجع الاستثمار. الحكومة، انا حبيت اقول جملة بسيطة عشان نفهمها بسهولة. the government encourages investment، الحكومة بتشجع الاستثمار. او ممكن اقولها بطريقة تانية the government facilitates. كلمة facilitates يعني بتسهل. facilitates investment يعني بتسهل او بتقدم تسهيلات لعملية الانفستمنت اللي هو الاستثمار. يبقى خدنا invest الverb بمعنى يستثمر، investor مستثمر، investment الاستثمار. عندنا برضو من ضمن الكلمات الجديدة كلمة bank account. bank account يعني حساب بنكي. a lot of people have bank accounts. ناس كتير قوي عندها حسابات بنكية. مرة تانية bank account. في كمان some، بس some النهاردة بمعناها معناها مش مسألة حسابية، النهاردة معناها مبلغ مالي. يبقى كلمة sums معناها مبالغ مالية او برضو بتيجي بمعنى مسائل حسابية. sums. طيب عندنا برضو كلمة software. وطالما ذكرنا software في برضو الهاردوير. دي حاجات بقى خاصة بالكمبيوتر اكتر، بلغة الكمبيوتر software والهاردوير. software are the programs اللي هي البرامج which make the computer work، اللي بتشغل الكمبيوتر دي بنقول عليها البرامج اللي بتشغل الكمبيوتر دي بنقول عليها سوفت وير. طب الهاردوير، الهاردوير الاشياء الماديه او الملموسه زي الماوس، البرينتر، الكيبورد، سكرين، الشاشه، الحاجات دي كلها اسمها هاردوير. لكن السوفت وير البرامج اللي جوه الكمبيوتر نفسها سوفت وير. الاشياء الملموسه قلنا اللي هي البرينتر، الطابعه، الماوس، الكيبورد، كل الحاجات دي اسمها هاردوير. اوكي. طب يلا بقى نشوف مع بعض some language notes. هنبدأ مع بعض كده في language notes علشان خاطر عندنا حاجات مهمة في language notes، وبعديها هنشوف الجرامر اللي عندنا في unit 15. في language notes في استخدامات
بعض حروف الجر مثلا زي حرف الجر البريبوزيشن اون. انا بستخدم اون مع كلمات زي اما اقول اون ذا انترنت بمعناها على الانترنت، اقول اون سوشيال ميديا، سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، او اقول اون سوشيال نتوركينج سايتس مواقع التواصل الاجتماعي. يا ريت نكتبها مع بعض زي ما انا عملتها كده بالظبط. بستخدم البريبوزيشن اون حرف الجر اون مع كلمه ذا انترنت، اقول اون ذا انترنت، اقول اون سوشيال ميديا على وسائل التواصل، او اقول اون سوشيال نتوركينج سايتس على مواقع التواصل الاجتماعي. كتبناها، ده استخدام البريبوزيشن اون. طيب هناخد، عايز اخد جمله عليها كده اوريها لك ممكن تجي لك في السؤال ازاي. يعني مثلا اما اقول اي كان ميك، انا بقدر ميك فريندز، بقدر اكون صداقات او اصاحب ناس يعني، نقط سوشيال نتوركينج سايتس، عايز اقول على مواقع التواصل الاجتماعي، هيجيب لك الاختيارات ان اون ات اند بوي. اكيد طبعا احنا قلنا ان كلمه سوشيال نتوركينج سايتس مواقع التواصل الاجتماعي بنستخدم قبلها البريبوزيشن اون. اقول اي كان ميك فريندز، بقدر اكون صداقات اون سوشيال نتوركينج سايتس. برضو عندنا استخدام الفيرب سيف. النهارده سيف عندنا لها اكتر من معنى. سيف as a verb، طبعا احنا عارفين كلنا سيف بمعنى ينقذ، والنهارده برضو بناخدها بمعنى يدخر وبمعنى يوفر. يبقى كلمة سيف as a verb لها تلات معاني هنشوفهم من خلال الجمل اللي هنقولها دلوقتي. يعني انا لو قلت مثلا thank you، بقول لواحد اشكرك for saving my life، بشكرك ان انت انقذت حياتي. يعني مثلا واحد كان بيغرق او واحد كان هيحصل له حادثة مثلا، فواحد حد انقذه بقوله thank you for saving my life. يبقى كلمة thank، كلمة save هنا بمعنى ينقذ. طيب عايزين ناخد save بمعنى يدخر او يوفر. لو قلت مثلا she's saving money، هي بتحوش فلوس. She's going to buy a car، هتشتري عربية. يبقى المرة دي save بمعنى يدخر او يوفر. بلاش كده، لو قلنا جملة تانية حاجة برضو موجودة عندنا في المنهج بتاعنا في ضمن الادفايس النصيحة، انا ممكن اقول مثلا we have to save water او you should save water، لازم ندخر الماء. We shouldn't waste it. طيب عايزين سيف برضو بمعنى يحفظ، سيف اللي هي بمعنى يحفظ. اما اقول مثلا you must save your work، لازم تحفظ الشغل بتاعك on the hard disk، على الهارد ديسك، على الهارد بتاع الكمبيوتر. يبقى مرة تانية you must save your work، يعني انت بتكتب، وانت بتكتب على الكمبيوتر كل شوية لازم تعمل save، لازم تحفظ الشغل اللي بتعمله. فانا بقولك you must save your work on the hard disk، لازم تحفظ الشغل اللي بتعمله ده على الهارد ديسك. يبقى خدنا ثلاث معاني لكلمة save، save بمعنى ينقذ، قلنا تاني حاجة save بمعنى يدخر، لما قلتش saving money هي بتحوش فلوس، قلت كمان سيف بمعنى يحفظ، ان انت بتحفظ الشغل اللي بتعمله على الكمبيوتر او على الاوفيس عموما يعني. طب عندنا كمان دلوقتي في يونت 15 هنتكلم بقى عن حاجه في الجرامر جديده عن اف. طيب احنا المفروض ان احنا عندنا في يونت 15 بنتكلم عن سكند تايب اوف اف، الحاله الثانيه من اف،
بس انا عاوز اراجع معاك الحاله الصفريه والحاله الاولى علشان خاطر انا عايز ذا هول بيكتشر، الصوره تبقى كامله في دماغك عن حالات ايه في الموجوده عندنا في المنهج بتاعنا النهارده. حتى هناخد الحاله التانيه بطريقه جديده شويه، بس يا ريت تركزوا معانا عشان نفهمها بمنتهى السهوله. العنوان بتاع الجرامر عندنا النهارده اف كونديشنال، اللي هي اذا او لو الشرطيه. مرة تانية، if conditional إذا أو لو الشرطية. أما نيجي نتكلم عن حالات if، إحنا خدنا قبل كده الحالة الصفرية. الحالة الصفرية لـ if نشوفها مع بعض كده. في الحالة الصفرية if بنجيب بعديها present symbol مضارع بسيط، وفي آخر الجملة برضو present symbol مضارع بسيط. دي الـ present symbol، الحالة الصفرية. الحالة الصفرية if present symbol مضارع بسيط، وجواب الشرط برضو بيكون present symbol مضارع بسيط. لو هناخد جملة عليها الأول، الحالة الصفرية دي عشان نفتكرها إنها بتعبر عن حقائق وعادات. يعني أنا مثلا لو قلت جملة if you heat ice، لو أنت تسخن التلج، it melts. كلمة melts معناها يذوب أو ينصهر. مرة تانية، if you heat ice it melts. heat ده الفعل في الـ present simple مضارع بسيط، و melts برضو مضارع بسيط. يبقى الفعلين اللي عندي في الـ present simple مضارع بسيط، يبقى الجملة دي في الحالة الصفرية. مرة تانية، if وجبنا بعديها present simple مضارع بسيط وجواب الشرط مضارع بسيط، بعبر بيها عن حقيقة. طب بلاش المثال ده، لو قلنا جملة تانية مثلا، لو قلت if you stay in the sun، لو انت فضلت في الشمس for a long time you burn your skin، هتحرق الجلد ايديك. يبقى دي برضو بنسميها fact، حقيقة. لو قلت مثلا if I have a lot of money، لو انا عندي فلوس كتير، I play a lot of games، بلعب games، يبقى دي حقيقة. اما اقول مثلا if هنا زيها زي when، لما اقول مثلا if I get up early، لو انا بصحى بدري، I مثلا have a good breakfast، باكل فطار كويس، ديت habit، عادة. يبقى if الحالة الصفرية او when برضو على فكرة بتساويها، برضو بنجيب بعديها present simple، وفي الاخر present simple بنعبر بيها عن facts، حقائق او habits، عادات. طيب ده كانت ال zero conditional، الحالة الصفرية. طب الحالة الأولى من F، في الحالة الأولى من F وهنرقمها بنمبر 1 لأن دي الحالة الأولى، F بنجيب بعديها present simple مضارع بسيط. أنا بعد ما نخلص حالات F عايز أراجعهم معاك تاني كلهم، وفي الآخر بنجيب well، أو طبعا النفي بتاع well اللي هي won't، معروفة مش لازم نقولها يعني، والاختصار بتاع ويل ابوستروفي ال ال، ونجيب بعديها انفينيتيف فعل في المصدر. يبقى الحاله الاولى من اف، اف بيجي بعديها بريزنت سيمبل مضارع بسيط، في الاخر ويل او الاختصار بتاع ويل ابوستروفي ال ال او النفي بتاع ويل اللي هو وونت، ونجيب بعديها الفعل في المصدر. مهم قوي ان انا افهم استخدامات كل الحالات، كل حالات اف، لان الكتب ملخبطه شويه الموضوع ده. الناس بتتكلم عن الحالة التانية انها بتعبر عن استحالة وحاجات زي كده، لا خلينا نركز مع بعض كده عشان نفهمها. احنا اتفقنا خلاص ان الحالة الصفرية اللي شرحناها دلوقتي بتعبر عن هابتس، عادات، او فاكتس، حقائق. لما اكون بتكلم حقائق علمية، حاجات ثابتة ما بتتغيرش، بنجيب الحالة الصفرية. الحالة الأولى اللي قدامنا دلوقتي بنستخدمها تو توك اباوت بروبابل اكشنز، بنعبر بيها عن شيء محتمل. ممكن استخدمها برضو في البروميس، الوعد. لو انتوا تفتكروا لما خدنا استخدامات ويل في اول السنه، في اول الترم، ويل كنا بنقول من ضمن استخداماتها انها بتعبر عن بروميس، وعد. وقلنا كمان ان ويل بستخدمها في التعبير عن ثريت، تهديد، وحاجات وفعل محتمل حدوثه. نفس الكلام انا هنا، طالما كتبت ويل يبقى الحاله الاولى من اف بعبر بيها عن نفس الاستخدامات دي. طب نشوف مثال عليها. لو قلت مثلا، لو بقول لواحد اف، الجمله المشهوره قوي في الموضوع ده، اما اقول لواحد اف يو ستادي هارد، لو انت تذاكر بجد، you will pass the exam، هتنجح في الامتحان. بقول له واحد لو تذاكر هتنجح في الامتحان. انا هنا بتكلم على فعل محتمل حدوثه، شيء محتمل ان هو يحصل. انا جبت بعد اف
study. طبعا study ده present simple مضارع بسيط، وجبت في الاخر will pass اللي هي will زائد المصدر، بعبر عن شيء محتمل حدوثه، بقول لواحد لو تذاكر هتنجح. هنقول امثله كتير قوي في الموضوع ده. لو قلت مثلا if you get up early، لو صحيت بدري you will catch the bus، هتلحق الاتوبيس. لو قلت العكس، لو قلت لواحد if you get up late، لو صحيت متاخر you won't catch the bus، مش هتلحق الاتوبيس. لو قلت مثلا جمله ثانيه، قلت if you get high marks، لو يا ريت هنكتبها بقى الجمله دي المره دي لانها بتعبر عن حاجه ثانيه اللي هي البروميس الوعد. لو قلت مثلا بقول لواحد if you get high marks، بقول له لو جبت درجات عاليه، او if you come first مثلا لو طلعت الاول، I will buy you a tablet، هجيب لك تابلت، هشتري لك تابلت. مره تانيه بقول له if you get high marks I will buy you a tablet. ناخد بالنا ان if جبنا بعدها get مضارع، وفي الاخر will زائد المصدر، بعبر هنا عن promise. هنا نكتب بين قوسين كده، دي استخدامها بتعبر عن promise وعد، انا بوعده، بقول له لو جبت درجات عاليه I will buy you a tablet. برضو بنستخدمها قلنا في الثريت التهديد، يعني انا ممكن اعكس الجمله دي بالظبط، اجيب عكسها. يعني انا لو قلت مثلا if you don't study، لو انت ما ذاكرتش I will punish you، بقول لواحد لو ما ذاكرتش انا هعاقبك. ناخد بالنا برضو هنا ده بقى هنسميه threat تهديد. احنا جبنا هنا don't study، وناخد بالنا ان don't study برضو present simple مضارع بسيط، وفي الاخر قلت will punish اللي هي will زائد المصدر. يبقى دلوقتي انا اديت كذا جمله كده علشان خاطر تبقى واضحه اكتر معانا استخدام الفيرست تايب الحاله الاولى من اف، عشان لما نتنقل للحاله الثانيه نقدر نقارن. الحاله الاولى احنا اتكلمنا قلنا انها بتعبر عن شيء محتمل، بستخدمها برضو في البروميس الوعد، بوعد واحد بحاجه، بستخدمها في الثريت التهديد. طيب تعال نشوف ازاي لو انا حبيت اجيب اف في نص الجمله. لو انا حبيت اجيب اف في نص الجمله مفيش مشكله خالص، هنجيب قبليها ويل بلس انفينيتيف، ويل زائد المصدر، وهيجي بعديها البريزنت سيمبل المضارع البسيط. طب ايه اللي ممكن، يعني على الحاله الاولى سهله قوي اهي من اف، طب ايه اللي انا ممكن اغلط فيه؟ يعني ايه الخطا اللي انا ممكن اخطاه في اسئله، في سؤال مثلا المالتيبل تشويس الاختياري؟ في سؤال الاختياري هوريك جمله كده على الرغم انها سهله بس الناس بتغلط فيها كتير قوي. يعني لو قال لي جمله مثلا بتقول I will buy a موبايل، انا هشتري موبايل if my dad، لو بابايا، نبص في الاختيارات كده بقى، gives has given me much money، لو بابا يديني فلوس كتير، او بابا يديني الفلوس. انا ناخد بالنا كده مع بعض من الجملة مرة تانية، I will buy a mobile، نفكر مع بعض في الاجابة وهقول لك ليه الناس بتغلط فيها. I will buy a mobile if my dad give، ولا will give، ولا gives، ولا has given me much money. يعني انا متاكد الناس كتير قوي قاعده قدامنا دلوقتي راحت قايله ويل جيف، يعني في ناس اول ما بتشوف اف على طول من غير ما تفكر تقول قايله ويل زائد المصدر. لا، المره دي غلط، لان هو اصلا مديني ويل في الاول، انا عايز اجيب بعد اف هنا بريزنت سيمبل مضارع بسيط. طب المضارع البسيط هنا ايه؟ طبعا داد مفرد، يبقى الاجابه جيفز، اف ماي داد جيفز مي ماتش ماني. احنا بنغلط في جمله زي دي، ناس بتغلط في جمله زي دي لان ما بيبصش على الجمله كويس. هو كل الحكايه ان هو شاف اف، متعود ان اف هيروح مختار ويل. طب مش تشوفه الاول وكتب لك ايه؟ هو مديك اف في نص الجمله، هو مديك ويل جاهزه، يعني هو مديك اصلا اللي بنسميها كده باللغه العربيه جواب الشرط جاهز. يبقى انا مطلوب مني ان انا بعد اف اجيب البريزنت سيمبل المضارع البسيط، فاقول اي ويل باي ا موبايل اف ماي داد
gives مش will give، لا gives me much money. يلا بقى نناقش مع بعض الحالة التانية من اف. وقبل ما نشوف مع بعض الحالة التانية من اف سريعا كده، احنا خدنا دلوقتي رجعنا الزيرو كونديشن الحالة الصفرية، قلنا بنعبر بيها عن ايه؟ قلنا بنعبر عن facts حقائق او habits عادات. خدت معاكم دلوقتي الحالة الأولى، الحالة الأولى من اف بنعبر بيها عن شيء probable، حاجة ممكن محتمل انها تحصل، برضو بستخدمها في البروميس الوعد او threat التهديد. طب الحالة التانية بقى هنقف شوية بقى عند الحالة التانية كده براحتنا علشان خاطر نفهمها، لأن بيجي لي فيها أسئلة رايت، أسئلة مالتيبل تشويس، وممكن تجي لي حتى في محادثة وحاجات كتير قوي. الحالة التانية من اف بنستخدمها to talk about improbable actions الأول، يعني ممكن أتكلم بيها عن حاجات improbable، حاجات غير محتملة، وممكن هستخدمها كمان في imaginary situations، مواقف خيالية. تعال أول نتكلم على الفورم تكوينها. الحالة التانية من اف بتتكون إزاي؟ السكند تايب اوف اف، الحاله الثانيه من اف، اف بنجيب بعديها باست سيمبل، ماضي بسيط. وناخد بالنا كويس قوي، احنا بدانا دلوقتي في الباست سيمبل. الحاله الاولى كان فيها بريزنت سيمبل، مضارع بسيط، لكن ده باست سيمبل، ماضي بسيط. وفي الاخر وود او كود او مايت بلس انفينيتيف زائد المصدر. يعني نتكلم كده على الفورم كتير كده، هسيبها لكم شويه كده على ما نكتبها ونناقشها مع بعض بالراحه خالص. اف الحاله الثانيه اللي احنا بنناقشها النهارده بيجي معانا باست سيمبل، ماضي بسيط، اللي هو التصريف الثاني للفعل. وفي الاخر وود او كود او مايت زائد المصدر. مره ثانيه اف بيجي بعديها ماضي بسيط، وفي الاخر وود او كود او مايت زائد المصدر. تعال نتكلم بقى، انا قلت من شويه ان احنا بنتكلم بيها بنستخدمها احيانا في imaginary situations، مواقف خياليه او حاجات غير محتمله. لو انا قلت مثلا لو قلت if I found a bag of gold، واحد بيقول لو انا لقيت شنطه ذهب I would باي فيلا، مثلا هشتري فيلا. تمام كده، ناخد بالنا مع بعض كده نشوف تكوين الحاله الثانيه صح ولا خطا. ادي اف وبعديها فاوند، ماضي بسيط، وداود زائد المصدر. طب هنا بنعبر بيها عن ايه؟ بنعبر بيها عن نقدر نقول كده imaginary situation، موقف خيالي، بتخيل كده، بفترض supposition، بقول لا if I found، لو انا لقيت a bag of gold I would buy a villa، هشتري فيلا. جبنا فاوند مضارع بسيط، بس بالسوري ماضي بسيط، وفي الاخر وود زائد المصدر. طيب المره دي المنهج بتاعنا جايب لي حاجه تانية مختلفه شويه بالنسبه جديده عليكم شويه بالنسبه للحاله الثانيه من اف. ان انا عندي، يا ريت نكتب بس اللي انا هنقوله دلوقتي، كلمه وود perhaps، وود perhaps، ممكن بدل perhaps دي probably، probably معناها من المحتمل، او possibly. الحاجات دي لما بيجي بعديها المصدر بتساوي ايه يا ترى؟ بتساوي كلمة might. طب يا مستر انت بتكتبها لنا ليه؟ ما انا ممكن استخدم would، وممكن استخدم، انت قلت لي ممكن اجيب would او could او might. لا، احنا بكتبها عشان سؤال الريرايت. مرة تانية هسيبها كده مع بعض، الرول القاعده اللي قدامنا دلوقتي، انا عندي كلمه would perhaps او would probably او would possibly، بيجي بعديها الفعل في المصدر، بتساوي might plus infinitive might زائد المصدر. نكتبها برده مع بعض، بنعيدها تاني، would perhaps، المره دي الجديد شويه في الحاله الثانيه، انه بيجيب لك would وبعدها كلمه perhaps زائد المصدر، او يقول لك would probably زائد المصدر، او would possibly زائد المصدر، ويطلب منك تستخدم مايت. ده الجديد بقى، ان ممكن يجيبها لك كده في سؤال الريرايت. طيب تعال نشوف جمله عاليه. لما اجي اقول مثلا if I had much if I had much money، لو انا عندي فلوس كتير I would
perhaps buy a new car، يعني ممكن اشتري عربية جديدة، احتمال اشتري عربية جديدة. انا هنا بتكلم على possibility او بنتكلم على probability، احتمالية حدوث الفعل ده. يعني انا يعني مثلا واحد بيقول لي what might you do، ايه اللي ممكن انت تعمله if you had much money، لو انت عندك فلوس كتير. هو بيتكلم هنا بيسألني على الاحتمالية، يعني ايه اللي في تفكيري اللي انا ممكن اعمله لو انا عندي الفلوس دي. بقول له if I had much money، لو انا عندي فلوس كتير، I would perhaps buy a new car، ممكن اشتري عربية جديدة. طيب نشوف كده عناصر الجملة. انا عندي هنا had، وبعديها طبعا if I had، had هنا طبعا ماضي بسيط، وفي الاخر قلت would perhaps، وبعديها buy فعل في المصدر. انا لسه قايل لكم would perhaps هيجي بعدها المصدر، وممكن بدل perhaps دي يقول لي would probably، وممكن يقول لي would possibly، والحاجات دي كلها انا ممكن اشيل would perhaps واحط بدلها might. يعني ممكن اقول if I had much money I might buy a new car، وده اللي هنشوفه في سؤال الريرايت. هوريها لكم ازاي في الريرايت دلوقتي. يعني انا لو قلت مثلا نفس الجملة حتى ممكن نكتبها تاني ونطلب might. لو قال لك مثلا if I had، خلينا نغير شوية في الجملة. لو قلت if I had a new suit، suit يعني بدلة، لو انا عندي بدلة جديدة I would probably go to the party، هروح الحفلة. يعني ممكن اروح الحفلة لو انا عندي بدلة جديدة، ممكن اروح الحفلة. بس للأسف بقى انا ما عنديش، لان طبعا احنا قلنا الحالة التانية من اف بتعبر عن افتراض، انا بفترض، بقول لو كان عندي. if I had a new suit I would probably go to the party. شوف كده عناصر الجملة مع بعض. انا عندي had، ده الباست سيمبل الماضي البسيط، ودي would probably، وبعديها go فعل في المصدر. نفس الجملة دي كده بالظبط هيقول لك استخدم might. علشان كده انا كتبتها لك في القاعدة وحطيتها لك جوه مربع كده، هوريها لك مرة تانية، عايزك تكتبها كويس وتاخد بالك منها كويس قوي قوي قوي. لو اداك جملة فيها would perhaps او probably او possibly وبعدها المصدر، هيطلب منك might. كل الحكايه هتشيل would perhaps او تشيل would probably او would possibly وتحط might وخلاص. طيب يلا بقى نقول الاجابه مع بعض. مره تانية الجمله بتقول if I had a new suit I would probably go to the party. اما اجي استخدم might هقولها ازاي؟ هقول if تمام، نقول if I had a new suit، لو انا عندي بدله جديده، I might، ربما بقى I might go to the party، ربما اروح الايه؟ اروح الحفلة. يبقى دلوقتي اتكلمنا على استخدام would probably او would possibly او would او perhaps، would perhaps اما بيجي بعدها المصدر ويطلب مني استخدم might. طيب تعال نشوف مع بعض would be able to. احيانا برضو بيديني الجملة فيها، انا بعبر هنا عن الامكانية، بيديني كلمة would be able to، وبرضو بعديها infinitive فعل في المصدر، ودي بتساوي could plus infinitive could زائد المصدر. انا على فكرة اللي انا بكتبها، القاعدة اللي انا بكتبها دي بتريحنا كتير قوي، بتريحنا كتير قوي في اسئلة الاختيارات والريرايت. يا ريت نكتبها مع بعض كده would be able to زائد المصدر بتساوي could زائد المصدر. هوريها لك دلوقتي في سؤال الريرايت بتيجي ازاي. انا هنا بعبر على الامكانية، امكانية يعني انا عندي القدرة، الابيليتي القدرة. يعني انا اقول مثلا لو انا if I had much money، لو انا عندي فلوس كتير I would be able to travel to Europe، حاضر اسافر اوروبا. يبقى انا بتكلم هنا عن القدرة، ability، هيبقى عندي القدرة ان انا اسافر اوروبا. يبقى مرة تانية would be able to زائد المصدر بتساوي could زائد المصدر. طب تعال نشوف مثال عليها. اما اجي اقول if منا
came first. لو منا طلعت الأولى she would be able to join the school trip. هتقدر تلتحق أو تشترك في رحلة المدرسة. يبقى أنا هنا حطيت شرط لاشتراك منا في رحلة المدرسة إنها لازم تطلع الأولى. طيب أنا هنا جبت بعد، يا ترى نشوف برضو عناصر الجملة مع بعض. أدي الجملة بادئة ب F came، ده past simple ماضي بسيط، وفي الآخر would be able to. طيب would be able to بتساوي إيه؟ مكتوبة قدام عينينا، بتساوي could. يعني أنا ممكن أشيل would be able to وأقول could، أقول she could join the school trip. مرة تانية if منا came first، لو طلعت الأولى she would be able to join the school trip. أنا بتكلم هنا على الابيليتي، القدرة، هيبقى عندها القدرة إنها تشترك في رحلة المدرسة. تمام؟ يبقى خدنا، إحنا قلنا من شوية إن would perhaps أو would probably أو would possibly بيجي بعديها المصدر. طب أنا ساعتها قلت بتعبر عن إيه؟ تمام، قلت بتعبر عن probability، احتمالية، يعني احتمال الفعل ده يحصل أو ما يحصلش. لكن المرة دي بتكلم على القدرة، بقول إنها لو طلعت الأولى هيبقى عندها القدرة she would be able to join the school trip. تعال نشوفها برضو إزاي بتجيلي في أسئلة الريرايت. نفس الجملة دي، نفس القاعدة اللي أنا قلتها دلوقتي. يعني أنا لو قلت مثلا if هاني got the job، لو هاني حصل على الوظيفة دي، خد الوظيفة دي، he would be able to move، هيقدر ينتقل to a new flat، هيقدر يتنقل شقة جديدة. يعني لو خد الوظيفة دي هيقدر يجيب شقة جديدة. if هاني got the job he would be able to move to a new flat. هنوقف شويه عند الجمله، برضو عناصر الجمله ادي اف وادي got وبعدين would be able to وبعدها move فعل في المصدر. عايزني بقى في جمله زي دي يقول لي استخدم كلمه could. طب يا مستر ينفع يقول لي استخدم might في الجمله دي؟ هي ينفع من ناحيه الجرامر بس كمعنى مش هتبقى ظريفه قوي، لان انا هنا بتكلم على would be able to، انا هنا بتكلم على قدره، فالطبيعي ان هو يقول لي استخدم could بمعنى استطاع او قدر، كان عنده القدره ان يعمل كده. يعني لو قال might معنى الجمله مش هيبقى ظريف قوي يعني. طيب يلا يا ترى عايز استخدم could، هقولها ازاي؟ طبعا احنا لسه قايل لكم من شويه وهوريها لك برده مره تانية ان would be able to هي اللي بتساوي could. يعني انا بمنتهى السهوله هشيل would be able to واحط بدلها could. طب نشوف مع بعض الاجابه هتبقى ايه يا ترى. هنبدا عادي بالجمله من اولها، نقول if هاني got the job، لو هاني حصل على الوظيفه او خد الوظيفه دي، he could move، he could move to a new flat، هيقدر يتنقل او يشتري شقة جديدة. انا برضو عندنا في الجملة هنا if بعديها got past simple ماضي بسيط، ادي if وادي got ماضي بسيط، وفي الاخر could زائد المصدر. يبقى انا حبيت اقدمها لك بمنتهى السهولة دي، بمنتهى السهولة ازاي اشيل ابدل بين كلمة might would probably او would possibly، وازاي ابدل بين would be able to could، والعكس برضو يعني ممكن يعكسها. هقول لك برضو يعني ايه العكس عشان خاطر ما تستغربش لو شفتها في جملة. لو انا قلت مثلا if Rana won the race، لو رنا فازت بالسباق، she could get 20,000 pounds، هتقدر تاخد مثلا 20,000 جنيه، هتقدر تحصل على 20,000 جنيه. تمام؟ if Rana won the race she could get 20,000 pounds،
ناخد بالنا مع بعض كده، انا اف وادي 1 ماضي بسيط وبعدين كود زائد المصدر. طب يا ترى هنا هيطلب مني استخدم ايه؟ انا لسه قايل لك ايه اللي بتساوي كود، اللي بتساويها would be able to. هيروح كاتب لك مثلا بي او بي ايبل، يقول لك استخدم بي ايبل. هي صعوبه جمله زي دي ان الطلبه بيبقوا ناسيين، يعني المشكله ان الناس بتبقى ناسيه ان إيه، يعني واحد ممكن يقول ايه علاقه بي ايبل بالجمله دي؟ علاقتها ان انا لسه قايل لك من شويه ان would be able to بتساوي could. انا لسه قايل لك ان would be able to بتساوي could، فهو الجمله فيها could فانت هتجيب would be able to. يعني انت لو القاعده دي انت مذاكرها كويس زي ما احنا قدمناها لك دلوقتي كده. انا بحب قوي ان انا اقول القاعده الشرح بتاعنا باختصارات، يعني هو سطر واحد. انا كتبتها لك قاعده صغيره سطر واحد بحيث انها تثبت في دماغك وتعرف تطبق عليها كتير. كود الجمله فيها كود، يقول لك استخدم بي ايبل. طب هنقولها ازاي يا ترى الاجابه؟ نفس الجمله، هنمشي الجمله عادي زي ما هي، نقول اف رانا وان ذا ريس، لو رانا فازت بالسباق she would be able to. She would be able to get 20,000 pounds. هتاخد 20,000 جنيه. تقدر تحصل على 20,000 جنيه. تمام؟ أنا هنا في الجملة جبت بدل could رحت جايب would be able to. يبقى هي الحكايه بسيطه، او والله ما فيش فيها مشكله خالص. كل الحكايه مطلوب منك ان انت تراجع الاستراكشرز اللي احنا بنقوله. لو ده الجمله فيها would be able to وقال لك استخدم كود، انا وريتك تعمل ايه. والعكس برضو وريتها لك، لو اداك كود وقال لك استخدم be able ما تستغربش، ما هي كود دي هي would be able to، يبقى هتشيل كود وتحط بدالها would be able to. طيب ايه اللي عندنا تاني في موضوع اف ده؟ برضو احنا لسه ما خلصناش اف. عندنا كمان wouldn't possibly، هنكتبها برضو الاستراكشر اللي هقوله دلوقتي، برضو هوريه لك ازاي بيجي لك في الاسئله. wouldn't possibly plus infinitive زائد المصدر دي بتساوي might not زائد المصدر. هسيبها لك برضو شويه كده، دي استراكشر جديد برضو على اف السكند تايب في الحاله الثانيه. على فكره المنهج بتاعنا الجديد يعني في الرولز بيمسك القاعده كلها على بعضها، يعني الحاله الثانيه من اف كل حاجه فيها علينا، مفيش حاجه اسمها مش حتى الادفايس، وهوريها لك دلوقتي. wouldn't possibly، لو تفتكر من شويه فكرني انت كده، انا قلت لك would possibly بتساوي ايه؟ تمام، انا قلت لك وريتها لك، قلت لك would possibly بتساوي might. طب لو نفاها بقى، لو قالك wouldn't possibly تمام، يبقى حرف might، تبقى might not، يعني حاجه بالعقل. انا قلت لك would possibly بتساوي might، طب هو لو نفى would خلاها wouldn't possibly يبقى بتساوي might not، يبقى انا انفى الاخر might. تمام، بمعنى يعني مش من المرجح ان الحاجه دي تحصل، احتمال حدوثها احتمال ضعيف. تعال نشوف مثال عليها. يبقى نكتبها بس الاول كده علشان خاطر اما ندي الجمله تعرف تحل عليها. wouldn't possibly زائد المصدر بتساوي might not زائد المصدر. تمام، تعال نشوف مثال عليها. اما اجي اقول if you visited ذا ميوزيوم، لو انت زرت المتحف you wouldn't possibly see the mummy rooms. mummy rooms اللي هي حجرة المومياوات، مش هتقدر تشوف حجرة المومياوات. ليه طيب؟ they are closed، لانها مقفوله. بص للجمله كويس قوي كده بتمعن كده بالراحه. if you visited the museum، لو انت زرت المتحف you wouldn't possibly، خد بالك انا نفيتها، قلت يعني من المحتمل بنسبه كبيره قوي ان انت ما تقدرش تشوف او مش هتشوف حجره المومياوات، حجرات المومياوات. ليه؟
they are closed مقفوله. بصوا معايا كده على عناصر الجمله، ادي اف ودي فيزيتد ماضي بسيط ودي wouldn't possibly وبعديها الفعل في الماضي، يبقى ماضي بسيط وفي الاخر wouldn't possibly. طيب من غير انا بقى ما اقول، يعني المفروض تبقى عارفها لوحدك بقى، انا لسه موريك القاعده. wouldn't possibly هيطلب منك تستخدم ايه؟ طب لنفرض ان هو حب يتذاكى عليك في الامتحان شويه وراح قايل لك استخدم might. طب يا ترى انت هتجيبها might؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم اخليها might not. هو نفى، هو نفى الجمله قال wouldn't، يبقى انا كمان ما اقولش might بس، لا انا انفي انا كمان اقول might not. يبقى نشيل wouldn't possibly واحط بدلها might not. طب نشوف نكتب الاجابه مع بعض، هتبقى اف مش عارف الجزء ده هيقضي، هنحاول نخليها تقضي عشان تبقى الجملتين قدامكم. if you visited the museum لو انت زرت المتحف you might not see the mummy rooms، مش هتشوف حجرة المومياوات او حجر المومياوات. they are closed مقفولة. اوكي طيب نبص مع بعض كده في الجملة دي مرة تانية كده نأكد عليها شوية. انا الجملة فيها wouldn't possibly وقالك استخدم might، ما تتخدعش ان هو كتب لك might، ما تتسرعش وتروح كاتب might، الجملة هتبقى غلط. فكر في معنى الجملة، هو نفى، نفى الاحتمال، نفى احتمال ان انت تشوف حجرة المومياوات، خلاص هو نفى خلاص انفيها انا كمان. اروح قايل if you visited the museum you might not، لازم انفيها، حتى لو كتب لك might اعرف ان هو بيضحك عليك، هو عايز لازم تخليها انت might not. you might not see the mummy rooms they are closed. تمام؟ يبقى دلوقتي احنا ناقشنا مع بعض عشان بس ما ننساش ان ازاي بستخدم second type of if. طب خدنا فيها ايه؟ لسه في جزء كده هنقوله دلوقتي. خدنا في اف، قلنا ان اف بيجي بعديها ايه؟ عايزك تفكرني كده، past simple ماضي بسيط وفي الاخر would او could او might زائد المصدر. ووريتك ان كلمه would probably او would possibly دي او would perhaps زائد المصدر دي بتساوي might زائد المصدر. خدنا كمان ان would be able to بتساوي could زائد المصدر. لو نفى would possibly قال wouldn't possibly يبقى انا معروف ان انا هجيب might not، يعني هو اذا نفاها انفى انا كمان الفعل might اخليها might not. طيب ايه اللي عندنا تاني يا ترى في السكند تايب اوف اف؟ معلش هو الدرس الجرامر زي ما قلت لك ان المنهج بتاعنا الجديد ماسك الجزئيه بتاعت الجرامر على بعضيها، كل حاجه علينا مفيش حاجه مش علينا. السكند تايب اوف اف برضو فيها جزء خاص بال imaginary situation المواقف الخياليه اللي انا قلت لك عليها في الاول. لما اجي اقول اف، لو انا قلت اف، لو اداك جمله زي دي اف اي نوت ريتش، لو انا غني ايد فلاي تو امريكا، كنت هسافر على امريكا. جمله زي دي ممكن يكتب لي في الاختيارات از اور، انا حبيت اوريها لكم في شكل سؤال على طول، وير وام. نفكر مع بعض كده، if I not rich I'd fly to America. ناخد بالنا ان الابوستروفي دي اختصار would وجاي بعديها المصدر، يبقى انا على طول دي حاله تانية. يبقى اقول if I were، ينفع يا مستر اقول I were؟ هي I بتاخد وير؟ اه ينفع. في الحاله التانية من اف، ودي حاجه كده يعني كبيره على سنكم شويه بس انا عايزك بس تعرفها زي ما هي كده، ان انا بقول if I were rich، لو انا كنت غني I'd fly to America. انا بعبر هنا عن supposition افتراض، بقول لو انا كنت غني انا كنت هروح امريكا. يبقى طب نكتب الرول بقى بتاعتها كده، ان انا بقول if وبعديها السبجكت الفاعل واي فاعل وبجيب معاه where وفي الاخر would او كود على فكره برضو او مايت زائد المصدر، نفس الحاجات اللي احنا قلناها من شويه. مره تانيه اف بيجي بعديها وير مع كل الضمائر وفي الاخر وود او كود او مايت زائد المصدر. برضو وير لها استخدام تاني عندي في الحاله التانيه من اف. ايه هو الاستخدام التاني؟ انا بستخدمها تو جيف ادفايس في النصيحه.
طب في النصيحة بقول ايه؟ بقول if I were you، لو انا مكانك. تعال نشوفها مع بعض كده. اما اجي انصح حد اقول له if I were you، لو انا مكانك I would كذا كذا كذا، بقول له اللي انا عاوزه. لو يبقى في الادفايس في النصيحة بقول if I were you، بنقولي مرة تانية if I were you يعني لو انا مكانك. طب عايز اوريها لكم كده في محادثة صغيرة، ميني دايلوج. لو عندي مثلا حد بيقول I want to be fit، واحد بيطلب نصيحة مني بيقول انا عايز ابقى لائق، لائق دي يعني عايز يبقى جسم رياضي. What should I do؟ اعمل ايه؟ حد بيقول لي انا عايز ابقى جسمي لائق، What should I do؟ يعني ماذا افعل، اعمل ايه؟ بيقول I want to be fit، What should I do؟ اعمل ايه؟ طب انا ارد عليه ايه؟ انصحه، انصحه اقول له، نبص كده مع بعض، اقول له if I were you، لو انا مكانك I do exercise، لو انا مكانك اعمل تمارين، اعمل تمرينات رياضيه. نخلي بالنا مع بعض كده، اف هنا في الادفايس في النصيحه، جبت مع جبت الرول استراكشر بتاعي if I were you، if I were you لو انا مكانك I would، قلت بقى اجيب بعدها اي فعل في المصدر. If I were you لو انا مكانك I do exercise، لو انا مكانك اعمل تمرينات. لو انا مثلا ممكن اقول له حاجه ثانيه، اقول له if I were you لو انا مكانك I'd eat healthy food، لو انا مكانك اكل طعام صحي. يبقى if I were you بمعنى لو انا مكانك، دي بستخدمها في الادفايس في النصيحه. طب ينفع استخدم حاجه ثانيه في النصيحه؟ اه ممكن استخدم كلمه should، ودي هوريها لك في سؤال رايت برضه. يعني بص معايا في السؤال ده كده، لو قال لك you should revise well، revise well يعني تراجع كويس، لازم تراجع كويس before the exam، قبل الامتحان. وقال لك استخدم اف. طيب ركز معايا كده كويس، انا هنا هجيب اف في الحاله الثانيه بس اللي هي بتاعت النصيحه، الاستراكشر بتاع النصيحه اللي انا لسه قايله لك دلوقتي، ان انا بقول if I were you لو انا مكانك I would كذا، لو انا مكانك اعمل كذا. تمام، يبقى نقول نشوف الاجابه مع بعض. هو بيقول you should revise well before the exam، اقول if I were you بمعنى لو انا مكانك if I were you I'd revise well، لو انا مكانك هراجع كويس before في اكزام، لو انا مكانك هراجع كويس قبل الايه؟ قبل الامتحان. يبقى شفنا دي ازاي استخدمت اف في النصيحه، جاب لي جمله فيها يو شود وقال لي استخدم اف. كده انا غطيت معاكم النهارده يونت 15 كلها. ناقشنا مع بعض النيو فوكاب، قدمت لكم اللانجوج نوتس الملاحظات اللغويه الموجوده عندنا، شفنا الجرامر الجميل بتاعنا النهارده بتاع السكند تايب اوف اف، وراجعت معاكم كمان الحاله الصفريه والحاله الاولى. شفنا ازاي بيستخدم كلمة would probably او possibly او would perhaps، يقول لي استخدم بدلها could. ازاي would be able to برضه يقول لي استخدم بدلها could. ازاي يقول لي استخدم might او might not. ناقشتها معاكم في اسئلة المالتيبل تشويس واسئلة كمان الري رايت. النهارده استمتعت بوجود معاك جدا. Dear friend thank you for watching and see you next time.